السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عند جنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيكه بالكريمه اللي كتجي جد رائعه وزوينه بزاف بزاف، وبالنسبه للمبتدئات غتعجبهم، واول مره غادي يجربوها غتصدق معاهم ان شاء الله. طريقه سهله مهله، ونزينتها بانواع تاع الديسير اللي عندكم، ما تكلفوش راسكم اللي كان الديسير اللي كان كتذوقوا به. ونتمنى ان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، واللي شاهد الفيديو يدير ما تنساونيش التعليقات ديالكم في جيم وابوني مع الحباب والصحاب باش تعم فائده. وما نطولش عليكم، يلا نخليكم مع طريقه التحضير. كنحتاجو جوج البيضات، هادي راه جوج البيضات، بيضه لقيت فيها جوج محروحه، هادي جوج البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، جوج كيسان ديال دقيق الفورص مغربلين، جوج خميرات 14 غرام وفاني 7 غرام ومعلقه ديال الخل. كناخذوا البيض، هادو راه جوج بيضات، هاد البيض بيضه لقيت فيها جوج محاح، ودرت معاهم قوصه تاع الملح، وغندير نطلعهم. بسم الله. غادي نزيد كاس ديال السنيده، وغادي نزيد شاصي ديال الفان، وغادي ناخذ معلقه ديال الخل ونزيد على الحليب. وغادي نضرب، غادي نزيد الزيت كاس لاروب شويه بشويه وانا كنطلع. غنزيد الحليب كاس لاروب ديال الحليب، درنا فيه معلقه ديال الخل. بسم الله. غادي نزيد الدقيق، راه مغربل، غنزيد بشويه شويه، انا كنطرب جوج كيسان تاع الدقيق وجوج خميرات. غادي نخلطو من الجناب، هذا هو القوام. دابا غنفرغو في المول اللي دهناه بالزيت ورشيناه بالدقيق، وندخلو الفران ونرجع معكم ان شاء الله. المول ديالنا راني ما دهنتوش بالزيت، دهنتو بالزبده، درت لي ورق الزبده، وغادي نفرغ الكيك ديالي، نهز لي ديال فوق ونفرغ.
ونقادها. ديها الفران ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما خرجت الكيكه شوف كتجي، جد رائعه وكتجي بومبي. ها انتما كتجي خف منها ما كاين. دابا غندوزو نزينوها بالكريمه. دابا انا غنسقيها بكاس تاع الحليب، غادي نديرها بحال هكا بالموس. كتجي خفيفة 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 بزاف. بسم الله، منكتروش ليها بزاف. مازال غادي نزينوها. كنشوف بحال الكعب شوية. قطع لينا من الجناب ماشي مشكل. حنا كنسقيوه وهي كتشرب. نقولش لكم هذه رطبه رطبه بس كتجي هشيشه هشيشه بزاف. كندير لهاد الكاس تاع الحليب كامل، نخليوها تشربوا باش ندوزو الكريمه. خليوها حتى تشرب مزيان ورجع معكم ان شاء الله. بعد ما سقينا الكيكه وخليناها حتى شربت، غادي نزينها بكريم باتيسير اللي سبق ليا دوزتو معكم في الحلقه. ونخلي لكم في صندوق الوصف، نزينوه بحال الطريقه هذه. نعمرو كاع البلايص اللي خاوين. ودابا نقادوها. انا درت بالبوش باش تجيني مقاده. باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه نازله. نقادوها بحالكم مزيان تقاد. دابا غنبداو نزوقو الديسير اللي عندكم. انا درت الخوخ، درت البرقوق، درت العنب. اللي عندكم فريز بنان اللي عندكم زوقو بيه. بسم الله، كيجي هاد كريم باتيسير مع البنان كيجي رائع. انا ما عنديش موجود، اللي كان موجود استعملته. يا الديسير، اي ديسير عندكم كتستعملوه
كنستمر بحال هكا مزيان كيبقى اختياري. كتجي جد رائعة هاد الكيكه. نديروا البرقوق باش عندكم كيوي حتى هو كيجي رائع. الزوق كيبقى اختياري على حسب اللي بغيتو نتوما. المهم هي الطريقه. ديروا العنب، ديروا اللي بغيتو ديروه. كيبقى اختياري التزيين. صافي دابا كتروش فيها عاوتاني وندوزو نوجدو اللي غتجي السقوة فوق منها. كنحطوها جانبا. كناخدو عندنا كاس ديال عصير البرتقال، عندنا جوج معالق ديال السكر سنيدة، وعندنا فلون فاني، اما فاني اما خوخ اما اللي عجبكم بحسب النكهه اللي كتبغي. كناخذو كسرون كنديرو فيها كاس تاع الليمون، جوج معالق ديال السنيده. السنيده كتبقى بحسب الذوق، وفلو باكيه صغيره شاصي ديال 30 ريال من 40 ريال. كنخلطو معلقه ديال العود ديال الخشب، وغادي نحطه فوق النار ومع التحريك المستمر تيعقد ليا ماشي بزاف شويه، ونفرغوا على هاد الطرطه ورجعنا لكم. ها هو بعد ما صايبت الفلون الليمون والسنيده كنبردهم الى خويتهم على الطرطه، وهي غيخسر ليا الكريم باتيسير حتى تبرد شويه، وعبش نكبو فوق منها نبردها. كما كتشاهدوا نكبس عليها الليمون من الفوق وندخلها تبرد، وغادي نزينها باللوز. حمر هاد اللوز ايفيلي اللي بغيتو، اختيار بغيتو تخليوه بحال هكا خليوه بحال هكا. هنا البنات من بعد ما سقيتها ودخلتها للثلاجة، ها هي من بعد ما خرجتها هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي راقعه في المذاق، رائعه في المذاق، ما نقولش لكم عليها، كتجي زوينه في المنظر. وانتم غادي تزينوها باش ما بغيتو، باش ما اللي عندكم في الفواكه الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش كيف العاده في جيم واشتراك، وتشاركوا الفيديو مع الحباب والصحاب، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل هو جديد ان شاء الله، فيديو اخر ان شاء الله.